عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكون صحتكم لاباس. اليوم صارت لي حاجة لطف. اليوم تعرضت للبركاج في البحر الأزرق، شوية لموت فيه. أنا متعدي ماشي بشراني على روحي في كاليفورنيا جيم سكرة، تعديت من تالي وين دبوا الشراب نتاع بحر الأزرق. أنا في الطريق، أنا متعدي على روحي، يعملوا هكا ويجبدوا علي سيوفة وسكيكة، زوز من الناس. قلت لهم صليوا على النبي، ما فما شيء، وش بيكم ولاد حومة يا أخي؟ فما واحد منهم قالوا ليه صايبوا، الآخر يوخر ويقدم وتتعدي لي سكينة هكا. كان واحد يعني ما جاش، يعني ما يعني سبورتيف ولا حاجة، عادي يعني تدخل له سكينة. بعد قعدت نضرب وهما بسكيك، نشد في الحجر نضرب، نبعد عليهم باش ما تجيش حتى بتجيش فيا حتى حاجة. كاو فكوا الموتور، هربوا بيها، والحمد لله اللي صحتي لاباس، واللي ما صار لي شيء ولا مت كيما فما واحد توفى في بحر الأزرق. بلاصة هذيك ماهيش نورمال بالرسمي، بلاصة هذيك حاجة لطف، عبيد صغار محطمين ياكلوا في الدواء وياكلوا ويشربوا في الشراب وحالة حليلة. ربي يهدي وإن شاء الله كل شيء يرجع لبلاصته، والحمد لله واحد صحته لاباس.